بتاعك يا معلم ابو الشمه. تعيش كوارع. تحت امرك يا معلم. سند السكين ونص. سند السكين ونص. خير يا عمنا. اهلا. ادينا الطلب ده. وجب. كمل انت مع الضغوط. عيني. خليك معايا يا ضغوط، كمل العشرة. ايوه استناك. نص فرش اربعات يا معلمي. زودت 100. حصل. طب اخفى دلوقتي. اه الصبر عملت لي السكينه. اه انا عايزك تذبح. ها طول عمري بقول لا انا قد الشوق وليالي الشوق ولا قلبي قد عذابه عذابه. يا شوق اللي مخرجك كده قدام البيت، الناس رايحه جايه عماله تبص. ايوه استنى. ايه بص لنا، مالك يا اخويا؟ اتخنقت زهقت قلت اطلع بره اشم شويه هوا. طب خش جوه دلوقتي. خش جوه دلوقتي. من عيني. حاسب لا تقع على وشك. كعبلت في طرف الجلبيه يا حاج. سلامتك من الكعباله يا معلم. عايزين نص فرش اربعات. كام دول؟ زياده 100. بقول لك ايه؟ نعم. قول للوليه بتاعتك دي تبطل الاعمال اللي بتعملها. الاعمال دي مش لينا احنا يا حاجه، ده عشان تبعد عيون الحكومه عننا. بس والله غلبانه وبتحبك البنت. اه يا اخويا وانا كمان بحبها من القلب للقلب رسول. ربنا دي من محبه مصلحه. عمر استاذ. انا عايزك في مصلحه يا معلم. مصلحه ايه لا مؤاخذه؟ احنا عايزين ربع بيت حشيش. ايه؟ حشيش؟ اصل انا ودني بعافيه ما بسمعش. الحشيش قال لا مؤاخذه يا معلمي، لا مؤاخذه يا معلمي، قال انا منامك يا معلمي. في ايه يا زوز خير؟ الاستاذ تايه، فانا قلت مفيش حد يدله غيرك يا معلمي. معلش يا ابني اعذره، الدنيا تلاهي، هو حد عاد عقله فيه اليومين دول؟ تحت امرك اخويا، في حاجه؟ انا جاي اقصد مزاج الخير يا معلم. بس كده؟ عينينا ليك. خدوا المعلم شلوفه خليه يعمل له احلى حجر معسل على حسابي، اوعى تحاسبه ده ضيف. ها؟ يا معلم انا قصدي المجال الحشيش يعني. ايه؟ حشيش؟ حشيش يا ابني؟ حد قال لك ان الحته دي في حد بيبيع فيها حشيش؟ يا نهار اسود، ده خير انت تعمل شر انت لا، نضايفك تقول لنا بتبيعوا حشيش؟ يا ابني احنا بتوع معسل، الحقوا يا اخوانا، الراجل ده جاي يبوظ سمعتنا، بيقول الحته فيها حشيش. حبيبي انا بجهز لك الفطار. والجاكيت فين؟ جاكيت؟ لا مش هنا، مش في الدولاب يا حبيبي، ما انت حاطه هنا ورا الباب، انت نسيت ولا ايه؟ اهو الجاكيت بتاعك اهو. الضرفه دي مقفوله ليه؟ مقفوله؟ اه اصل انا قافلاها، اصل انا هدومي كلها حاطاها في اوضه اللبس هناك، فحطيت شويه حاجات حريمي كده قفلت عليها هنا، ما ينفعش تشوفها عيب كده. حريمي؟ اه بس يا خبوستي بقى ما ينفعش. مش بتقولي حاجات حريمي؟ بس عيب. يلا يلا عشان تفطر، انا عامله لك الفطار بايدي. انا هفطر في الحاره مع اهل الحاره، وحشوني. طب يلا عشان تلحقهم بقى. طب ابص بص. يلا بس خد الجاكيت بتاعك. ايه اللي هناك ده؟ ايه ده؟ مش شايف حاجه. بس هو مفيش حاجه، شويه حاجات كده حريبي. يلا يا روحي يلا. حريبي. يلا عشان تلحق. بس لما اجي ابص. ماشي يا اخويا ماشي. رمانة. كنت فاكرة روحي بس متشعلقة في رقبتك، أتاري جدتي وكل حتة فيا قفشين في إيدك، مش طايقين غيرك حتى لو كان من دمك.
جنوبي متفصص يا غريب وشبع مرار طافح. لن قادره لم نفسي في حضن اخوك ولا طايقه اديله ركن جنبك. ومين فينا اللي مات؟ انا ولا انت؟ وايام الجواز وسنين الجواز ادي اللي احنا بناخده منه للشباب، هم وقرف وغم وكلام فارغ. لا والغريبه بقى ان في ناس لسه عاوزين يتجوزوا يجوا يشوفوا النيله اللي احنا عايشين فيها دي. تؤمر بحاجه تاني سعادتك؟ لا اتفضل انت ادخل. الهوا معايا يا باشا. طيب عندك حظك في رجليك يا باشا، إخبارية طازة ومن النوعية اللي بتحبها، قلت لازم أجي أبلغها لك بنفسي. قبل ما تقول أي حاجة علي، أنت قاعد على القميص بتاعي. مبروك يا أم سامية. الله يبارك فيك يا حبيبي، بس أنا خد يا ولا، زرقتوا يا بنات. البنت دي تبعتها لأمك في البلد، أوعى تصرفوا على النسوان. أم سامية. عيون أم سامية وقلب أم سامية. هات المفتاح عشان عايز أنام. نوم إيه؟ النهارده يوم مفترج والبنات هم هروح نهيص. نهيص ايه؟ وانا زبون يا ام ساميه، خلصي بقى وقت المفتاح. زبون اخص عليك، ما تقولش كده، ده انت صاحب بيت. بيت ايه ده اللي حابه صاحبه؟ وحياه ساميه اللي عيني لسه ما رأيتها، لا خليك كبير المنطقه، اخليك ديك رومي منفوش كده ماشي. اخلص يا ام ساميه انا تعبان. الله 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 الله، ايه ده؟ الله 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 الله. ايه ده؟ البضاعة دي مركونة هنا ليه يا براء؟ أنا يا حاج اللي قلت لهم يلوموها من السوق علشان يزيد سعرها يعني. وأنت فاهم لما البضاعة تشح من السوق الناس هتسكت؟ يعني هيعملوا زهرات. اخرس أنت! أمرك كبير. البضاعة دي لما تشح من السوق الناس هتدور على غيرها. وفي زيها دلوقتي كتير. والمضروب منها بقى أكتر يا معلم. محدش يقدر ينزل قصادنا في السوق يا حاج. السوق أنا ربطه من عرقوبه، وكان يعني على خميس وعيلة أبو سنة، فدول كبيرهم سبارس يبعاف فدلاب زمن وراح. يا تفهم، سوق بير السلم هو الخطر الحقيقي اللي انت ما انتش حاسس بيه. دي ناس مدرية محدش عارف عنهم حاجة، والكيف ويزل صاحبه وبيخليه يترمي فعب اي حد يظبطه. البضاعه دي لازم تتوزع من الليله. ايوه حاج، بس ما بسش كلمه اللي قولها تتنفذ على طول، فاهم يا براء؟ احنا هنسلم حبايبنا الاول، عربياتهم هتبقى جاهزه في المكان والميعاد اللي انا هبلغكم بيه قبلها بساعه. براء معاه خرفوش ورز ويا رجاله. وشفاعه يا حاج؟ لا شفاعة، عنده زيارة لناس حبيبنا. تفضل يا كبير. تخيط الحجاب ده في حجر بنطلونه وحتنوله المراد، وبعدها العيل هينزل يتزفلط دغري من ظهره. ادعيلي، اوعي تنسي الاسم، حنتومه سقسقه عشان الدعوه تجوز. اما الحلاوه بقى يا وليه. اسكتي شويه، عايزه اكلمك احكي لك. ما خلقك ضيق كده، مش مقاس حلاوتك. ده انت حلاوتك ياما وتسعي من الحبايب كتير. وحيات امي يا حنتومه، لو ما سكتي اللي هجيب لك الرجاله اللي بره يجوا يقطعوكي هنا. ده اما شويه رجاله بره، انما ايه؟ لوز. بقول لك ايه؟ ما تجيبوهم من بره يفتشوا ويبقى التفتيش ذاتي. وهو كل واحد ينوبه من الحب. يا وليه تهدي شويه ووراقي كده بالصاجات اللي نازله بيها على دماغي. انا جتتي مش خالصه. ايه هو المعلم؟ مش المعلم. امال مين الاصل؟ يا اختي ما
مش عارفه ده زي ما يكون طير كده وحط على سقف بيتنا. سمعت عنه كتير واستنيته اكتر، وساعة ما شفته زي ما يكون عفريت ولبسني، زي ما تكون يا اختي الندهه بتشتغلني في الرايحه والجايه. اهلا، هات الكوز وسيبك من العجوز. مرهوش مرهوش، ده الحكايه عوق وكلها مطبط يا ست شوق. طب والخلفه اللي كنت بتجري وراها من المعلم واللي بقالك سنين هتموت عليها يا اختي؟ بركه انها ما حصلتش كده، اسلك واروق عشان الواحد لما يعوز يهنج. لا قد كده ورسني على الدور عشان حنتومه سقسقه تعرف تشتغل، ولو كرب يعدي ولو ضيقه توسع ولو شر امثلهولك واسلتلك منه خيره. اه يا بنتي يا حنتومه، لو حصل هتشوفي مني اللي عمرك ما شفتيه بره، هديكي بدل الطاقه 10. بس هي الرجل تيجي والسنارة تغمز